مشاعر أيها الإخوة نجاه. كما قلت لكم في اللقاء الفائت أن الذين وقعوا في الإفك من المؤمنين خرجوا بمشاعرهم، صح؟ فاكرين ده قلنا المرة اللي فاتت، حسان بن ثابت قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فعفت عنه عائشة قالت لا ما حدش يجي ناحية حسان، ده قلب تنشعر عشان ما به من عشان هذه المشاعر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. احنا كنا وصلنا في اللقاء اللي فات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، أجر نفسه من خديجة في سفرة بمالها إلى الشام على قلوص، ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله. النبي عليه الصلاة والسلام أجر نفسه، ده يا إخوة اللي بنقول عليه الطهارة الباطنية، الواحد يطهر من الباطن. إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يعرف إنه هو نبي كان في قومه شريفا ولا لا؟ كان شريف جدا، ده أعلى نسب. يوم يؤجر نفسه بالأجر، سافر وبيقلي واشتري لي وخد فلوس، فأجر نفسه عليه الصلاة والسلام. لما يكون الإنسان عنده، احنا استفدنا من الموضع ده في اللقاء اللي فات اللي وقفنا عندها ايه، استفدنا منه انك عشان خاطر تطهر قلبك احيانا بيبقى بالعافية، يعني تقهر نفسك على التواضع تقوم نازل قاعد على الرصيف، مش احنا قلنا الكلام ده المرة فاتت، انك تقعد مع حد من العمال اللي عندك مثلا وانت ما كنتش الاول يعني ما ينفعش انا المدير، معلش خد مرة كده اقعد معاه اشرب معاه شاي ولا حاجة، ولما تعدي عليه تاني يوم يقول لك اتفضل يا عبد ارفده عشان ما ياخدش عليك يعني، لكن مرة عشان فاحيانا بتيجي بالعافية كده ما بقاش متواضع، بس اعمل ايه؟ اقهر نفسي على التواضع. فهو ده. ثم فائدة ثانية، السلام النفسي. يا اخوة النفس الصافية من جوه تتجرع غصة الاوائل اللي احنا الابتداءات اللي بنتكلم فيها دي، يبقى بياخد العلاج صعب جدا بس كمنه صافي من جوه، شايف ان عفو الله عز وجل يقبل يمشي معاه، زي ما الواحد بياخد الدواء كده نسأل الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين، تاخد الدواء كده وتلاقيه مر بس املك في انك هتخف يخليك ايه، عشان شايف الخففان، شايف النجح يخليك تعدي، خدت بالك؟ فلذلك اجر نفسه ولم يكن عنده شيء. وطبعا بقى اثار الائمه في ذلك كثير، احمد بن حنبل اجر روحه وهو يذهب لطلب العلم، عارفين اجر روحه القافله يعني ايه؟ يعني لما مؤاخذه بقى الابل يحميها ويمسح تحتها ويحط لهم الاكل، وش ده احمد ابن محمد ابن حنبل، مليون حديث مليون سند ماشيين على وش الارض، مليون سند يحفظ الف الف كما قال ابو زرع الرازي، ومع ذلك ما